أخبار المهرية باختصار. غارة جوية للتحالف على مواقع متفرقة من العاصمة صنعاء ومحافظة تعز. الغارات استهدفت الكلية الحربية ومطار صنعاء وتجمعات في مديرية مقبنة بتعز. تكتل تجار تعز يعلن الإضراب الشامل احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية. التكتل طالب بوضع حلول عاجلة للاقتصاد الوطني وإيقاف تدهور الريال اليمني واستعادة قيمته. جمعية المخابز والأفران بعدن تعلن رفع سعر قطعة الخبز من 50 ريالا إلى 75 ريالا. الجمعية قالت إن الخطوة أقرت بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار الدقيق والديزل والإيجارات. بروسيا دورتموند يستعد للتعاقد مع مهاجم بديل لإيرلينج هالاند تحسبا لرحيل النجم النرويجي. النادي استقر خلال بحثه في السوق الأوروبية على مهاجم النادي بنفيكا داروين نونيز. خسروا بنحو 300 مليار دولار إثر الانخفاض الحاد لأسعار البيتكوين والعملات المشفرة. عملة بيتكوين المشفرة خسرت أكثر من 20% من قيمتها، كما هبطت قيمة إيثر بما يصل إلى 17%. إلى اللقاء باختصار آخر.